مرحبا. بينزرع شجر الكاجو بالأصل بالجزيرة الكاريبية وشمال شرق البرازيل، ولكن بهالأيام بتم زراعته بالعديد من المناطق الاستوائية الموجودة حول العالم، ومعظم هاي المناطق هي أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا. يزرع نبات الكاجو بتربة رملية ضيقة ذات مستوى هيدروجيني بيصل لحوالي 6.5، ومصدر الكاجو يلي بيتم إنتاجه لغرض التجارة هو أفريقيا والهند. نرجع لأخبار طقسنا، فبعد تأثير المنخفض الجوي مكمل وعم بيخلي جونا غائم وماطر على فترات مع زخات رعدية فوق مناطق متفرقة، عم بيكون مثلج على المرتفعات الجبلية. أما درجات الحرارة فبعدها مكملة بانخفاضها حتى عم تصير أدنى من معدلاتها بأغلب مناطق سوريا. بالنسبة للرياح عم تكون غربية لجنوبية غربية معتدلة بترافقها هبات نشطة، سرعتها عم توصل ل 30 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة فعم تتراوح بين 60% و95%، والبحر عم يكون متوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 12 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم بيكون طقسنا ماطر ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 3 و10 درجات. أما كيف عم بيكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. بالجنوب بالسويدة طقسنا ماطر ودرجات الحرارة عم تتراوح بدرعة بين 4 و10 درجات، وبالإنهيترا درجات الحرارة عم تسجل الدنيا 3 العليا 7. كيف عم يكون الجو بالمنطقة الوسطى رح ننتقل سوا لنشوف. بحمص وحما الأمطار مكفية ودرجات الحرارة عم تسجل بمدينة حما دنيا 5 العليا 11 درجة. أما كيف عم بيكون الجو على البحر بطرطوس واللاذقية، كفية الأمطار ودرجات الحرارة عم تسجل الدنيا 9 العليا 13 درجة باللاذقية، وبلواء اسكندرون أيضا درجات الحرارة عم توصل ل 13. كيف عم يكون الجو بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب، مكفي طقسنا ماطر مثل كل المناطق ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة حلب بين 5 و9 درجات. أخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون طقس المنطقة الشرقية بمدينة الرقة. الجو عم بيكون ماطر أيضا، درجات الحرارة بمدينة الحسكة عم بتسجل دنيا 5 العليا 10 درجات، وطقسنا مكفي ماطر. أما أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم تتراوح بين 5 و12، وطقسنا عم بيكون غائم جزئيا. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انطروني بكرة. باي.